أسعد الله أوقاتكم، وأتمنى أن تكونوا كلكم جميعا بكل خير. سنتحدث اليوم في مساق قانون الصحة العامة من الفصل السابع عن المكاره الصحية. كمقدمة، تعتبر المكاره الصحية أماكن وأشياء مبنية أدنى هنا المذكورة أو المبينة أدنى إذا كانت تؤثر بالسلب على الصحة العامة أم لا، أو تهدد صحة البيئة بأي وجه كان. كل عقار أو جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر بالصحة العامة يعتبر مكرها. أي نفايات أو أوساخ أو حفرة أو قناة مجرى أو قناة مجاري أو مجرى أو بلوعة أو بئر أو مرحاض أو موقع طرح للنفايات أو أي محطة تجميع أو تنقية مياه عادمة أو مدخنة أو مخبز أو أتون يعني فرن أو ما أشبه ذلك من أي موقع أو في أي حالة درجة من القذارة أو الخطورة تعتبر أيضا مكرها صحي. إذا كان الإسطبل أو الزريبة أو المزرعة أو طيور أو حيوانات أو أي مكان آخر إذا كان معد لإيواء الحيوانات فهو يعتبر أيضا من المخاطر والمكاره الصحية، وكل ما له خاصية ضارة من مواد أو عمليات أو روائح أو أصوات أو دخان أو غبار أو فضلات، وكل حرفة أو عمل تتم إدارته وممارسته بطريقة تلحق الأذى والضرر بصحة العاملين فيه وبصحة الغير يعتبر أيضا مكرها صحية. طرح النفايات أو الفضلات الصلبة والسائلة أو غير ذلك من في الشوارع أو على الأرصفة أو على جانب الرصيف أو في الساحات العامة أو الأراضي المكشوفة. عدم أيضا نظافة العقارات أو حرمة العقارات أو الرصيف الواقع أمامها. العقار التي أو الذي تمارس في أنشطة أو عمليات تصدر عنها خاصية أو خواص طبيعية أو مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو خليط منها أيضا يعتبر مكرها صحية. انسياب أو طرح أو تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية والمجاري أو الآبار المياه العادمة أو الصماء أو الخزانات التحليلية أو النضح في أي مكان مخصص لها من الجهات الرسمية المعنية، وكذلك أيضا تصريف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل المعالجة بالتكامل الكامل تعتبر أيضا مكرها صحية. النفايات الطبية سواء كانت سائلة أو صلبة أو غازية التي تنجم عن مؤسسات الرعاية الصحية المستشفيات ومراكز الصحة والعيادات الطبية والمختبرات ومراكز الأشعة وإنتاج المطاعيم وبنوك الدم ومصانع مستودعات الأدوية ومراكز الأبحاث الصحية، إلا إذا تمت إدارة أي منهما اللي هي النفايات الطبية بالطريقة الصحيحة. ما لم يتم ذلك تعتبر أيضا مكرها صحي. دعونا نرى مواد القانون الخاصة بذلك. المادة رقم 39 اللي هي تحديد المكاره الصحية. القانون حدد هنا المكاره الصحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من البلديات ومن المؤسسات، وتقوم وزارة الصحة هنا بتحديد المكاره الصحية طبقا لهذا التنسيق مع هذه الجهات التي تؤثر بالسلب على الصحة العامة للمجتمع أو تهدد صحة البيئة بأي وجه كان. وهنا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على الوزارة أن تقوم بتحديد هذه المكاره. على كل شخص المحافظة على البيئة بعناصرها المختلفة، وذلك بعدم التسبب بأي من المكاره الصحية، وهذه أي مخالفة لهذا البند تعتبر جناية أو يعني مخالفة قانونية ويتم المعاقبة عليها. على كل شخص إزالة المكره الصحية كما ذكرنا آنفا التي تسبب بها هذا الشخص أو كان مسؤولا عنها مسؤولية مباشرة يجب أن يزيلها من مكانها، وإلا سيطبق عليه قانون العقوبة. المادة 41 إزالة المكاره الصحية. الموظف المختص في الوزارة في وزارة الصحة عليها أن يرسل إشعار إلى الشخص المتسبب بالمكره الصحية أو المسؤول عن المكره الصحية. هذا الموظف يخطر المواطن بوجوب إزالة هذه المكره خلال المدة المحددة في الإشعار طبقا للقانون. على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على إزالة المكاره الصحية والتنسيق فيما بينها. مادة 42 المواد الخطرة والنفايات والمبيدات والمياه العامة. الوزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية
من البلديات والمؤسسات التي تساند هذا الموضوع تحدد الشروط والضوابط الخاصة بما يلي: إذا كان هناك نقل للمواد أو النفايات الخطرة أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها، يجب أن تكون هناك ضوابط لهذا النقل أو تخزين لهذه المواد أو معالجة هذه المواد أو التخلص من هذه المواد. هناك ضبط لازم يكون فيه قوانين خاصة فيها وآليات. تداول واستخدام مبيدات الأفات للأغراض الزراعة أو الصحة العامة يجب أن يتم من خلال ضوابط وقوانين. جمع المياه العادمة ومياه الأمطار أو معالجة هذه المياه أو إعادة استخدام هذه المياه لأي غرض كان أو التخلص منها يجب أن يكون أيضا وفق ضوابط تحددها الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الكلام. مادة 42: المواد الخطرة والنفايات والمبيدات والمياه العادمة. لا يجوز لأي شخص القيام بما ورد في البند ألف أعلاه اللي هي السلايد السابق إلا وفق الشروط والضوابط المحددة. مادة 43: حظر استخدام مياه الصرف الصحي في الأغراض الزراعية. ممنوع استخدام، القانون يحظر استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض تسميد الأراضي الزراعية، يعني نستعملها زي سماد أو زبل أو ري المزروعات الحقلية، إلا إذا كانت مطابقة للشروط والضوابط التي مسبقا حددتها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الزراعة اللي هي الجهات المعنية أو البلديات أو وزارة الاقتصاد أو التموين. كل من له علاقة بهذه الضوابط يجب أن يصرح باستخدام هذه المياه، وإلا تعتبر مخالفة وجناية يعاقب عليها القانون. على الوزارة في مادة 44 في مكافحة التدخين اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في المجتمع للحد من أضرار التدخين وانتشاره وتأثيره على الآخرين وخصوصا في الأماكن العامة. مادة 45 في مياه الآبار والعيون والودنيان وشواطئ البحار. الوزارة، وزارة الصحة بالتعاون مع البلديات والجهات ذات العلاقة وخصوصا وزارة الداخلية أحيانا كمان تشترك، يجب عليهم أن يضعوا شروط لازمة، شروط ملزمة، شروط ضرورية لضمان سلامة مياه الآبار والعيون والوديان وشواطئ البحار وحماية هذه الشواطئ والوديان والعيون والآبار من التلوث وسوء الاستخدام، خصوصا الاستخدام العشوائي من قبل المواطنين، فهذا ممنوع ومخالف للقانون ويعاقب عليه القانون إذا تمت مخالفة أي من بنود هذه المواد في المكاره الصحية.